على سلامتك احمد. شايف امك عملت فينا ايه؟ عشان محدش يفتكر ان احنا نطين ولا مزوغين اهو. ايوه عارف، واخدين اتنين رايح واتنين جاي، وإله فابور عشان واخده جنسيتين ففابور ليه. النهارده اليوم برعايه إله. انا معرفش هي وهاجر برضو قدرتنا. النهارده اليوم بالترامواي. ما تضحكيش وتغزيني، ما تضحكيش وتغزيني. سنين ما خليتي الطوموبيل وركبتيه في الترامواي. انا اول مره اركبه. اللي انت ما تعرفوش ان انا اول مره في حياتي اركبه. حتى في مصر لما كان موجود انا ما كنتش بركبه. هو اتشال من القاهره ولسه كاين في اسكندريه الترامواي. اديك فلالين الاولى تلخر نسارك في الترامواي. والله انا اول مره اركبه، يعني اول مره اركبه في المغرب. سير احمد قطع لينا غيمشي الحال. سير يا دول ما عارفش اسوق انا. احمد عارف بشحال كيقطعوا؟ واش عارف بشحال كيقطعوا؟ مفيش حد؟ لا في حد. فين ده؟ دور مننا، دور لي. الهانم سابتنا ونامت. طالعين عشان نفسحها سابتنا ونامت الهانم. أنا تكتشف. سيبكوا بقى من ان هي نامت. ترامواي جميل بالذات، حاسس ان انا راكب مركبه فضائيه. والله اول مره اركبه في المغرب اصلا. المهم تكوني مبسوطه فسحتك اهو. ركبتك الترامواي. انا ركبتك واحد تل خر مع الرفرج. الا في ركبه الكات كات ديالها رينج روفر. احنا ركبنا الترامواي على قدنا. لا زوين وان الترامواي يعدي يقطع لك مدينتين اللي هي الرباط وسلا، دي حاجه زوينه بالذات. يدخل يعتبر ما بين اسمها ايه؟ يدخل ما بين اسمها ايه؟ لا غير الواد اللي احنا لسه معدين عليها. لا يا بنت اللي ابوكي نفسه يروحها، عايز يروحها، ما عندوش غير الخروجه دي. اسمها ايه؟ نسيت والله، والله نسيت اسمها ايه. المكان اللي فيه اشجار كتير ده عرجات. عرجات ايه يا بنتي؟ المكان عامه اللي بيبقى فيه اشجار. الغابه. الغابه. ترامواي بيعدي وسط الغابه يعتبر يعني. غير ايه؟ إيه لالين؟ الخط الثاني كده رجليه اكده اللي كان كده رجليه اصلا؟ انا شكل والله ما اتكلم. انت في القرية دلوقتي. اكري اكري ويكري اسكت الى ناس. بس سريع قاعد يبصل بيبصلنا عشان محدش يفتكر ان احنا نطين ولا مزوغين اهو. ايوه انا عارف، واخدين اتنين رايح واتنين جاي، وإله فابور عشان واخده جنسيتين ففابور ليه. انا بقرج يا جماعه عشان ما حدش يستنى. احنا كنستغلوا الفرصه مع إله حيت فابور تمشوا معاه. ايه ده؟ حيت فابور نمشيو معاه، حيت فابور استغلوا بالترامواي. لا نستغلها في طيران، مش نستغلها في الترامواي يعني. معلش يعني صح كاينه ولا لا؟ كاينه. معلش اتجاه التأشيرة. قول ما فسحتكش. فسحتني هاجر جماعة بنت المغرب، فسحتني وركبتنا الترامواي. واحد عيسى معرفش انتوا سامعيننا من الصوت ده ولا لا، بس هاجر فسحتني. لعيب والله لعيب. لا تبارك الله عليك. لا والله.
ما والله فعلا انا يعتبر اول مره اركب الترامواي، ما ركبتوش قبل كده في المغرب هنا. انت عارفه الترامواي كان موجود فعلا في القاهره؟ انا من مشيت المره كان موجود حيدو السكه. ما هو عشان يظبطوا الشوارع، لكن كاين دلوقتي اتظبط في، يعني هو موجود واتظبط اكتر في اسكندريه. معرفش موجود تاني بقى في مدن تانيه ولا لا، بس هو كان معروف بالقاهره واسكندريه. معرفش في اماكن تانيه ولا اسمها ايه؟ الحصاي. والحصاي فين كاين؟ بنتي؟ مش ولد؟ الترامواي ولا انا؟ استنى انت عايزه تزاري؟ زاري معانا ما فيش مشكله، زاري معانا. زاري تتكبر بنتي ونبان انا وياها. وماله مش عايز؟ دخلي لسكاتة، افشى السكاتة تحس ان هي افشى حرام. استنى بقى نروح نشوف هيودينا فين، نرجع لكم تاني. مش عارفين احنا رايحين فين اصلا. بقى المفاجأة ان هاجر اصلا اول مرة تركب اول مرة تركب الخط ده للاخر، كان زفير باب المراجعة. فهو دلوقتي ظبطوه كمل، فهي ما تعرفش التكمله دي فين، فهي بتجرب فين. احنا هنشوف الناس هبطنا نهبطهم معاهم. نشوف بقى. اهو وصلنا الوفاء. هنشوف ونرجع. على سلامتك احمد. شايف امك عملت فينا ايه؟ امك نزلتنا مكان احنا مش عارفين احنا رايحين فين. هادي قال لك مستشفى مولاي عبد الله. يا كده والله زوين. احمد نوض قبل ما يجي الترامواي الاخر نقطعوا للناحيه الثانيه. يا نجي نقطعوا من هاد الطريق هذا. وانا لا سوق؟ ما عرفش نسوق. يلا سير. بتاع فراني يا الفراني. حيد هادو صافي سنين بيهم. فراني يا الفراني.
جاتك المسارية؟ لا زوينة. عجبك الحال؟ احنا فين بقى؟ احنا في مستشفى مولاي عبد الله. داخلين مستشفى نعمل ايه؟ وفي ان شاء الله وعلم. اي واحد داخلين مستشفى نعمل ايه؟ الحنانة، الحنانة احمد عندك. عند الرضالة يا جماعة. يلا سير باش نمشيو للناحية الثانية. احنا غنقضيو هاد النهار غير في الترامويات. انت هرقي. اه. انت عاوتاني في الخط الثاني. هلا هذا الخط الثاني يا ربي، نديك الخط الاولاني. الخط الاولاني. اه. عجبك الحال؟ اه بزاف مبسوط يا ماما، ربنا يخليك. قول لي شي كلمة زوينة بحقي. شكرا يا لالا الى هاجر. اسفين حبيبتي امي. عجبك الحال احمد؟ قال لي ينسى امك. ياك. لا لا تبارك الله عليك يا لالا والله. تبارك الله. سبتي والله مسكينة مصدومة من اللي انت مسكينة ناقصة ناقصة. ترموي. يوم ما خرجها في ترموي. خصها تكتشف البلاد ديالها، خصها تعرف شنو فيها. ما قلتش حاجة والله. على فكرة أقولك على حاجة، أقسم بالله أكبر راحة يا ترامبي. هذا ولا سيئة ولا لا تلقى لا في انتستاسيوني ولا نقلبوا على الباركينج ولا مرتاح مع رساتك. مرتاح فين بغيتي نديك؟ شوف أنا عندي كل نهار، مش كل نهار، غندي لك مرة ولا جوج مرات في الأسبوع. وأنا فضيلة عندي مرة ولا جوج مرات في الأسبوع عندك على حسابي. لا على حسابي غير ساريك، مش على حسابي نوكلك. لا سبب ان انت توكلني. لا نساريك انت توكلني. ماشي انت انا نساريك فابور انت توكلني. مش حالبها هي؟ ها؟ انا نخلص عليك 6 درام ديال الترامواي. يلا نخلص عليك. كرزازة. ماشي قرزازة كنوفر. كنوفر. عشان خاطر الولاد بس. يلا شوف اول ترامواي جاي. هو نفس في حيوان. اه. لف. صح؟ هو غايش يلا غنطلع الطلعة الثانية وقولي الرأي ديالك. قلتي لي الرأي ديالك اوه نفس الخط. لا شفتي الجهة اللي من دابا غتشوف اليسر. يلا بريت عطيش لي احمد يخلي الطوموبيل ويزيد يطلع معايا في الترامواي راه معجزة. احمد يلحن الحانوت حدانا كيمشي ليه في الطوموبيل. لا كسل بس ان شاء الله. ضحتك انا وين نمشي رجلينا محتاج ان انا امشي رجلينا بس انا تعبان. دابا عجبتك الجهه اليمين ياك؟ نشوف اليسار. الله يسلمك. او رشيد رفيق. يسار او رشيد رفيق. تحياتي اليوم هم الجوج. يلا شنو نكونوا طالعين. يلا بينا. شي بلاصه ما فيهاش البرد. هادي هادي سير اخر بلاصه. سير ما كاينش تما البرد. دايرين هنا لا كلين بارده فيها. الباب يفتح من هنا؟ لا لا هيفتح من هنا. صلاح الدين منو صحيح؟ صحيح؟ صحيح يا بنت الكلب؟ صحيح؟ صحيح؟ شعيرك وسكتاني انت صحيح؟ يا بنت الكئيبة. صبي يا رجل. ما تعيرنيش. اتجاه يعقوب المنصور. ديريكسيون يعقوب المنصور. المحطة القادمة. حي الوفاء. خوشين ستاسيون. أحمد. حي الوفاء. احنا راجعين عند وفاء. رايحين لوفاء؟ يلا نروح لوفاء يا حلول. يلا وفاء مستنيين.
انتوا هنا يعني هنا اللي بيستنى الترامواي ويتاخر يلعب ملاهي. لا زوين الحوار ده. زوين ده اصلا في كل حته. انا بهرج انا عارف ان كل المكان اصلا مش عند الترامواي بس. نهاية الرحلة. مصطفى كامل. بسافتي يا لولو. عجبك الحال؟ اه. عجبكم الحال؟ زوين زوين. ها؟ على فكرة والله حوار حلو جدا والله. ياك؟ انت تتمشي تركب الترامواي بقى. يعني شكرا ليا. ميرسي ميرسي بوكو لالا هاجر. الله يخليني ليكم. اه ويخليني ليكم. يا بنت. أحمد. يا لولو. إيه. قولي. سامعك. قول شي كلمة. سامعك. يلا قول شي كلمة. أول شي كلمة؟ ايه. هننزل مصر يا جدعان. حد يحب يجي معايا؟ مين هيجي معايا؟ أنت هتيجي معايا؟ إن شاء الله. إن شاء الله. وأنتي هاجر مكسلة تنزل معايا مصر؟ لا والله ما مكسلة، أنا قلت لك المشكلة ديال الكونجي. ديال إيه؟ كونجي، الأجازة. آه كونجي. كونجي. لا والهاني من الباسبور بتاعها انتهى. كانت سنك تعطيني 500 درهم باش نصوبه. ايش هتروحي تعملي انت وإلاف اصلا؟ تعطيني 500 درهم انا نشهد عليك الناس. 500 وهي 500. اه. مش انت 500 بس. غادي نمشي معاك وغادي نصورك كتيريهم من البنك وغادي مش ما تكذبش عليا. الشمس عليها غادي. قلبها حيد. هاك. قلبها ازاي؟ حيد انا اصوبها. لا قولي لي بس لا انا اصوبها لك ما تحرش. انا اصوبها وانا. انت هاد اليد كطلعهم بجناب جوج من طلعهم. ايوه حتى الاخرى طلع هكا. اوه بابا احمد حاج يا بنت العبيطه حاج. بس تتفرج علينا. يلا احمد قول كلمه. لمين؟ ليكي ولا لإلاف؟ الله يصلح. امين حبيب. الله يحفظك لينا بجوش. اخويا العز مرحبا. الله يحفظك اخويا. قول كلمه. ليك ولا للإلاف؟ حددي ليا والإلاف والمغرب. يعني المغرب ده حبيبي مالكيش دعوه بيه، بعيد عن المغرب والناس عارفه معزة المغرب عندي ايه. ماشي ربنا يخليني ليكوا وما تحرموش مني. يلا بقى عشان انا جعان. غنديك المره الجايه في الخط الثاني ديال اكدان. ايه رايك؟ بجد؟ اه. لا الناس هتمل وانا همل. لا نركب الحنطور. صافي غتسنى المفاجاه ديالي. مفاجاه ايه؟ ها؟ عمالي مفاجاه؟ اه. بجد والله. غندخل معاك في اليوتيوب. يلا. ولكن. تعشمينا وتعشمينا. لا ما كنعشمش غندير غادي ندخل معاك مره ولكن ماشي غنبان.
مرة غندير لك مفاجاه، غنديرها لك انا ونحطها لك. غتنزليها انت؟ اه عندك. ربنا يستر. ايه رايك؟ ربنا يستر من المفاجاه. ونشوفوا واش الناس موافقين ولا لا. والله ربنا يستر من المفاجاه. كل مره غندي نعطيك فيديو وغنديرو لك انا وغادي نحطو لك. ايه رايك؟ ايوه انا بقول لك ربنا يستر من المفاجاه. يلا وقول لهم سلامه. السلام عليكم. Sedan.